إلى البداية الأولى، المركز الثاني تل أبيب هنا قادم على المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، أحمد بن حال من الاستغراب أثارها أحد الإماراتيين عندما قرر أن يطلق اسمة الأبيب على ناقة في أحد البرامج المتخصصة بمسابقات الهجن في دولة الإمارات العربية. هذه الواقعة دفعت العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن جدوى ذلك، معبرين عن استنكارهم من البعض في تقديم ولائه لإسرائيل بطريقة مبتذلة، خصوصا بعد توقيع اتفاق التطبيع بين العدو الإسرائيلي والإمارات في آب 2020 برعاية أمريكية. تقل مباشرة على المركز الثاني، هنا أيضا تل أبيب، أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي على ثاني المراكز بشعارات مختلفة بأسماء مميزة قد صالت وجالت في عالم سباقات الهجن. وردا على ذلك أطلق شاب كويتي اسم القدس على ناقته، وذلك في مقطع فيديو مصور نشره عبر مواقع التواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه القدس ردا على الإمارات اللي بسمي بكرته تل أبيب، هذه القدس وتحدى فيها من الكويت. سلام. واليوم وصلت الرحلة الأولى لشركة طيران الإمارات إلى تل أبيب بحسب ما أعلنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.